قلنا الحكاية مبادرة بتهدف لتسليط الضوء على قصص النجاح للسيدات المكافحات اللي تحدوا ظروف صعبة، تخطوا حواجز، اتعاملوا في حياتهم بمبدأ انه مفيش مستحيل. ايوه. تخطوا حاجز المرض او الظروف الاقتصادية، او انها ام معيلة فجأة وهي سنها صغير، او انها مش لاقي عائل او حد سند، او ممكن تكون بتتحدى ثقافة مجتمع بتقول انه البنت لا ما تشتغلش الشغلانة دي، او ان البنت لا ما ينفعش انها تسافر وتقعد لوحدها في محافظة تدرس او في بلد تانية. كل الستات دي قدروا ان هم يكسروا حواجز قدامهم، سواء زي ما قلنا من الثقافة او الصحة او الظروف الاقتصادية والاجتماعية طبعا. وحققوا حاجة. بنسلط الضوء عليهم علشان يبقى عندنا زي ما حضرتك ذكرتي قدوة في المجتمع. لازم نصدر حاجة ولادنا يتربوا عليها. لازم يشوفوا قدامهم انه مش السهل هو النجاح، صح. مش الترند هو النجاح. النجاح ان احنا بعد ما بنخلص الترند انت سبت بصمة ولا لا، بصمتك ايه في المجتمع. ابني في يوم من الايام قال لي انا نفسي ابقى عالم ذرة. بعدها على طول قال لي لا انا ممكن ابقى يعني مع كامل احترامي للمطربين المهرجانات انا ممكن ابقى مطرب مهرجانات. فانا فكرت فيها وقلت له مش عيب ان انت تبقى عندك موهبه، بس انت كنت عندك هدف ولقيت نفسك الترند وداك لحاجه تانية. فمن هنا قلت او الاستسهال يمكن بالظبط استسهال النجاح. فانا فكرت انه محتاجين نقدم قدوه سواء للاسره بشكل عام، للطفل وللمراه، لان هي اللي بتاسس الاسره، هي اللي بتربي الطفل، وهي اللي هتطلع نشء جديد يبني البلد. صحيح. طيب ساره، بتحصلي ازاي او بتلاقي ازاي القصص دي؟ والقصص دي على فكره ما بتبقاش هدفها، يعني الست اللي بتمر بحكايه او هي الحكايه ما بيبقاش عمره هدفها انها تنشر حكايتها. فانك انت تلاقي الحكاية أصلا وتدرسي عوامل التحدي فيها، دي صعوبة كبيرة جدا. بتلاقيهم إزاي؟ الأول كان الموضوع صعب، نشرنا على السوشيال ميديا الفكرة وابتدينا ان احنا يعني بقيت انا اوصلها للناس، بقيت انا ابعت للستات اللي انا عارفة ان هم حياتهم يعني غير الصورة. انا ممكن الصورة من بره ان انا ست جميلة وناجحة وشاطرة، بس انا عديت بايه في الكواليس محدش يعرف، محدش يعرف الكواليس. كل واحدة فينا انا وحضرتك وكل الناس عندنا كواليس صعبة تخطيناها.